ومعنا هاتفيا من اسطنبول السيد محمد الأحمدي المحلل السياسي اليمني، مرحبا بك. إذا رئيس فريق الأمم المتحدة المكلف بالإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة قد وصل إلى المدينة في مهمة تهدف لحماية وقف إطلاق النار وتنسيق انسحاب المقاتلين منها، هل سينهي ذلك خروق ميليشيا الحوثي المتكررة منذ إعلان اتفاق السويد؟ شكرا جزيلا. أود التوضيح فقط أنني صحفي وناشط حقوقي ولست محللا سياسيا. في الحقيقة وصول الرئيس بعثة المراقبين الدولية إلى الحديدة، ومن المقرر أن يباشر عمله غدا الاثنين باجتماع يضم ممثلين عن المتمردين الحوثيين وممثلين عن الحكومة الشرعية في اللجنة الأمنية التي ستشرف على إعادة الانتشار للقوات الموجودة في الحديدة، وأيضا مراقبة وقف إطلاق النار طبقا لاتفاقات ستوكهولم التي جرت الأسبوع الماضي. حتى هذه اللحظة لا يزال الطرف الحكومي أو القوات التابعة للحكومة الشرعية تلتزم بوقف إطلاق النار، لكن المتمردين الحوثيين كعادتهم أطلقوا قذائف وصواريخ كاتيوشا على مواقع الجيش الوطني اليوم، وتتحدث مصادر من محافظة الحديدة عن تعميم أصدرته الميليشيا الحوثية لعناصرها بارتداء الزي الرسمي التابع لقوات الأمن المركزي، سابقا قوات الأمن الخاصة ولقوات النجدة، للتضليل على الواقع الميداني الذي يعني القائم في المحافظة. وبالتالي هذه كلها مؤشرات تنم عن عدم جدية للميليشيا الحوثية في التزامها لجهة التعاطي مع اتفاقات ستوكهولم. اليمنيون يستحضرون في الحقيقة سجلا قاتما للميليشيا الحوثية تجاه المواثيق والاتفاقيات التي تتم بين الحكومة الشرعية وبينها، بل حتى بين هذه الميليشيا في تاريخها العنيف وبين المجموعات القبلية التي دخلت معها في حروب منذ نشأتها في 2004. طيب. وفي كل مرة كانت الميليشيا الحوثية تتنكر للاتفاقات وتنقض العهود. طيب سيد محمد، يعني حتى الآن هناك 63 خرقا ارتكبتها ميليشيا الحوثي في 3 أيام فقط منذ بدء سريان الهدنة، هل تهدف هذه التصرفات لإفشال اتفاقية السويد؟ الحقيقة أن اتفاق السويد بحسب مراقبين وخاصة فيما يتعلق بالحديدة وقف إطلاق النار بعد أن كانت القوات الحكومية على مشارف الميناء وكادت أن تستعيد بالفعل ميناء الحديدة من قبضة الميليشيا الحوثية، هذا الاتفاق في الحقيقة هو يصب في مصلحة الميليشيا الحوثية بدرجة رئيسية، لأنه على الأقل يحفظ لها ماء الوجه إن كانت جادة في المضي قدما في تحقيق السلام في اليمن والخروج بأقل الخسائر من الحديدة وموانئها بحسب اتفاق ستوكهولم. ولكن كعادتها الميليشيا الحوثية غير ذات يعني غير جديرة بالثقة للمضي قدما فعلا في بناء السلام والالتزام بتدابير بناء الثقة. يعني هناك أيضا في الجانب الآخر في تعز لا تزال الميليشيا الحوثية تتنصل عن التزاماتها إزاء التفاهمات التي حدثت بخصوص المدينة، ومنعت اليوم وفدا أمميا من زيارة مدينة تعز في الوقت الذي كانت اتفاقات ستوكهولم تتحدث عن ضرورة فتح ممرات إنسانية للمدينة. يعني إيران تشجع هذه الميليشيا وتدعمها بحسب معهد هوفر استراتيجي الأمريكي الذي حذر من ذلك. طيب ما مصلحة طهران برأيك من استمرار الصراع والحرب في اليمن؟ من الواضح وكما يعرف الجميع أن الميليشيا الحوثية بما هي أيضا مشروع محلي تدميري عنيف يعني يستمد جذوره من الحكم الإمامي في اليمن، لكنه في الوقت ذاته أيضا ذراع لإيران وللمشروع الإيراني في المنطقة، وبطبيعة الحال وبالسلوك الإيراني الذي يعبث بأمن المنطقة ويتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، يبدو أنه يراد لميليشيا الحوثيين أن تكون حزب الله في اليمن، لديها يعني أجنحة عسكرية ولديها ترسانة
أسلحة أيضا وتستمر في تهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر. في الحقيقة استمرار ميليشيا الحوثيين بهذا الشكل الذي عليه كجماعة عنف مسلح متمردة خارجة عن القانون ولديها تاريخ مثقل بالانتهاكات والجرائم واستهداف المحيط الإقليمي والأمن العربي هي بالتأكيد جزء من المشروع الإيراني في المنطقة، وعليه يجب أن يتفهم المجتمع الدولي نضالات اليمنيين سيد محمد مشروع هذه الجماعة. لماذا هذا الصمت الدولي عن جرائم الميليشيات التي تسيطر على كثير من الموانئ والموارد الاقتصادية في اليمن؟ للأسف الشديد هناك ازدواجية واضحة في السياسة الدولية فيما يتعلق بالتعامل مع جماعات العنف في الوقت الذي حشد العالم قوات ضاربة لإنهاء حكم الجماعة الإرهابية داعش في العراق، لكنه يغض الطرف عن جماعات لا تقل إرهابا عن داعش وهي الحوثيين على سبيل المثال في اليمن، بل أشد إرهابا ارتكبت الجماعة الحوثي في اليمن جرائم ضد الإنسانية على مدى 4 سنوات، بل حتى قبل الانقلاب هناك سجل مثقل بالانتهاكات والجرائم ارتكبتهم ميليشيا الحوثيين منذ نشأتها في 2004، ولديها أيضا ثقافة عنيفة وهي يعني ترى نفسها ذات خصوصية وتتعالى على اليمنيين بناء على مفاهيم عنصرية متخلفة، ترى أن لها الحق في الحكم دون غيرها من الناس، وبالتالي بالفعل هذه السياسة الدولية المزدوجة تجاه جماعات العنف تهدف إلى الاستثمار السياسي الرخيص لمعاناة الشعوب ولاستخدام هذه الجماعات لتمرير مصالح الدول العظمى. في الجانب الاقتصادي هل هناك بوادر أمل في إنهاء الأزمة الاقتصادية في اليمن في ظل اتفاق السويد، أم أن خروق الميليشيات ستحول دون ذلك؟ الحقيقة أن جزء من التفاهمات التي تمت في ستوكهولم في السويد كانت تتعلق بالملف الاقتصادي وتتحدث عن ضرورة البدء بتوريد إيرادات الدولة من ميناء الحديدة إلى البنك المركزي، فرع البنك المركزي في الحديدة، وبالتالي يتم من خلال ذلك فيما بعد صرف مرتبات موظفي الدولة كجزء من المعالجات الضرورية للوضع الإنساني والمعيشي الصعب الذي يعاني منه اليمنيون منذ 4 سنوات من عمر انقلاب الميليشيا الحوثية على اليمن وعلى الحكومة الشرعية، وبالتالي كان يمكن أن تساهم هذه الخطوة في الحد من التدهور الاقتصادي، لكن يبدو أن الميليشيا الحوثية متمسكة بالسيطرة على إيرادات ميناء الحديدة وهي إيرادات ضخمة تذهب في المحصلة النهائية لتمويل حرب الجماعة الحوثية على اليمنيين والمجهود الحربي، وبينما يحرم السكان من الحصول على حقوقهم الأساسية في الخدمات، وحتى موظفو الدولة أيضا لا يحصلون على مرتباتهم منذ سيطرة هذه الميليشيا الحوثية على مقدرات الدولة وخصوصا الاحتياط النقدي في البنك المركزي في صنعاء ومصادرة الموازنات التشغيلية للخدمات الأساسية، وهي كانت السبب الرئيسي في بدء تدهور العملة المحلية وتدهور الاقتصاد بشكل عام. من صامول الصحفي والحقوقي سيد محمد الأحمدي، شكرا جزيلا لك.